بس بقى يا باسل، انا قبل ما اوافق ان انا اشتغل معاك لازم بصراحة نتفق على كل حاجة الاول، لان انا عندي التزامات في الجورنال وكده. يعني انا هديك يا ستي قد ما بتاخدي من الجورنال 5 اضعاف. لا يعني بلاش تفرض عضلاتك قوي كده وتقول 5 اضعاف، انت متعرفش انا باخد كام. احسن تتدبس. لا لا خالص، انا ما يهمنيش الفلوس خالص، اهم حاجة عندي الناس، والاهم من كده بقى ان انا عايزك تبقي كده. بس لو سمحت من فضلك بلاش تسجيل، لان انا مش واخدة على الحاجات دي. علي كان يعني مش خالص منيح. وبعدين لازم تراعي ان انا لسه يعني في شهور العدة وكده. ليه؟ احنا اتفقنا ان انا هاجي واتقدم لك وكده. اكيد طبعا هتيجي وتقابل صالي وتطلبني من صالي؟ يعني عفوا، يعني انا مش هقابل باباك يعني ويسالني انت بتشتغل ايه وبتقبض كام ومعاك في البنك كام وكده يعني. بابايا انا؟ بابا ملوش دعوه بالحاجات دي ولا تفرق معاه خالص. انا بابا يفرق معاه حاجه واحده بس، انت بتشجع انه فريق كوره. ده عسل. سكر. طب يعني العيال مش هيعترضوا يعني؟ بس يا باسل، انا سوري وماي اهم حاجه في حياتي، وانا حاسه ان انت تقدر تكسبهم بسهوله. لا ما تقلقيش، من ناحيه اكسبهم فانا هكسبهم جدا، يعني هدايا بقى والعاب وسفريات، وحتى هم لو حبوا يبقى مصروفهم بالدولار فانا جاهز يعني. بالدولار مره واحده؟ يعني الدولار وصل عدى ال 10 جنيه، يعني انت كده بتدبس نفسك. لا دبس نفسي ايه، ما تقلقيش، انا عندي هنا في مصر بس 3 مليون دولار ونص مليون يورو. بس هنا في مصر بس؟ لا يعني بسم الله ما شاء الله الله اكبر، يعني اللي هم لا حسد يعني. امال اللي بره مصر كام؟ بصي يعني انا عندي هنا مصاريف كتير قوي، انا بيتي بس بيصرف في الشهر 200,000 دولار بس. لا لعلمك انا بيتي بيصرف يعني اكتر من كده، حاجه بسيطه يعني. بس معلش ما تاخذنيش بس السؤال كده غلس شويه، انت بتقبض كام في الشهر؟ لا بص انا عيني بارده. حقيقي يعني. لا واضح جدا. واضح جدا حبيبتي. احنا ماشيين كده صح؟ لا لا، ده احنا ماشيين صح الصح. مفيش احسن من كده الحقيقه. بس انت قمر بجد قمر. يا باسل قلت لك بلاش بلاش تسبل، لان انا بص لا انا هلبس النضاره عشان مش هستحمل. ايه يا انجي، انت بقيت بتكسفي قوي. لا انا طول عمري خجوله كده. تدريب ايه يا استاذ علي؟ الجورنال مليان صحفيين، تلات ارباعهم ما بيشتغلوش، وبفكر اسرحهم، تقول لي تدريب؟ بس البت اللي بقولك عليها دي شاطرة قوي يا جميل. حلوة؟ بقولك شاطرة، ايه علاقة الحلاوة بالصحافة؟ لا يا حبيبي، لازم الصحفية تبقى حلوة علشان تعرف تزغلل العينين اللي بتعمل معاهم أحاديث وتاخد منهم الكلام اللي هي عايزاه. يا سلام، طب على كده بقى شغلت انجي وكاميليا ليه؟ دول ايه علاقتهم بالحلاوه؟ لا 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 يا علي، كاميليا كانت حلوه قبل ما تتجوز، انجي بقى احلوت بعد ما اتطلقت. انت عايز تحرق دم يا جميل؟ يا اخي انا بضرب لك مثل. يعني انت موافق ان انا ادرب سما؟ تدرب مين؟ انت كنت فاكر نفسك منو الجوزين؟ انا اللي ادربها. ليه؟ انت فاكر نفسك حسن شحاته؟ انا اللي جايبها يبقى انا اللي ادربها. الصحفيين اللي تحت تمرين دول مسؤولية رئيس التحرير، هو اللي يدربهم، انت مجرد صحفي. يا سلام، انت عايزني اجيبها لغاية هنا وانت اللي تدربها؟ انت فاكرني ايه؟ يا سلام، امال ايه، انت جايبها تدربها على الصحافة ولا تدربها على حاجة تانية؟ احنا اقسمنا على ميثاق شرف الصحافة وانت كده بتخالف القسم. يا سلام، وهو انا لازم اوافق انك تدرب الموزز بتوعك في الجورنال بتاعي، وانا اللي ابقى ملتزم بميثاق الشرف الصحفي؟ خلاص يا جميل، انا هخليها تتدرب في اكبر جريده قوميه في البلد بعلاقاتي، ولا الحوجه لحضرتك. على ايه حضرتك بقى؟ انت خليت فيها حضرتك؟ وبعلاقاتي كنت نفعت نفسك يا اخويا. طبعا النهارده احنا لازم نرحب بالاعضاء الجدد في حزبنا، وعلى رأسهم الأستاذة الكبيرة والصحفية العظيمة
الأستاذة إنجي أحمد اللي هتساهم بعقلها وبكتاباتها في رفع اسم حزبنا لأعلى مناصب وأعلى أسماء الأحزاب في البلد. في الحقيقة أنا بشكرك جداً يا دكتور باسل، وأنا سعيدة جداً إن أنا بنضم لحزبكم الموقر، وأتمنى أكون دايماً عند حسن ظنكم. طبعاً إحنا حزبنا بيهتم بكل قضايا المجتمع، وأهم حاجة قضايا الحريات، منها يعني حرية الصحافة، حرية المرأة، كده يعني. بما إن الحزب اسمه حزب الأمانة، فإحنا هدفنا من هنا ورايح هي قضايا التربح وإهدار المال العام. إحنا هنلاحق المسؤولين المتربحين من مناصبهم، مش بس كده، كمان رجال الأعمال المتهربين من الضرايب، دي أموال الشعب. بالعكس انا عاجبني حماسك جدا، ويا ريت يعني كده تدعمينا بشغلك في الصحافه. يعني انت بتحرجني ولا ايه؟ هو في الحقيقه انا ما بحبش خالص استغل شغلي في الصحافه وادخله يعني في اي حاجه سياسيه، بس انا مش هقدر اتاخر عليكم ولا على الحزب بتاعكم. انا مستعده اعمل كده، لازم البلد كلها تنضم لحزب الامانه، انا معاكم للاخر. كريم انت نورتينا والله. طب يا جماعه احنا كده خلاص المؤتمر ده خلص، ويا رب كده نبقى عند حسن ظنكم، ودلوقتي تتفضلوا على حفله الغد. اتفضلوا اتفضلوا يا استاذ. انا جايه الحق البوفيه، قصدي اغطي الحدث السياسي. ايه يا انجي؟ ايه انجي انت بتضحكي عليا؟ انا اول مره اعرف ان انت ليكي في السياسه، بتخبي عليا يا انجي؟ انا ليا في كل حاجه واي حاجه الا موضوع السياسه ده. يا سلام، وانت ايه اللي جايبك طيب؟ شايفه البوس اللي واقف ورايا ده؟ دكتور باسل شاهين اللي كان بيدي المحاضره، ده زميل الطفوله، هو اللي عزمني. يا بختك يا بنتي انجي، طول عمرك محظوظه. مش ده برضو اللي جالك الجورنال؟ ده الفندق كله بتاعه. ايوه صح، انت تعرفي عني ان انا اعرف ناس اقل من كده. بس يا بنتي ده شكله معجب بيكي. ايوه هو فعلا معجب بيا، وانا كمان ما اخبيش عليكي معجبه بيه، بس هو يعني عايز يتقدم لي وانا لسه ما وافقتش. ليه ما وافقتيش يا انجي؟ طب بصي ما تضغطيش على نفسك، لو انت مش عايزاه خليه يتقدم لي انا. مش عايزاه ايه؟ في ايه؟ هو ساندوتش حواوشي؟ انتي متجوزة حبيبتي، انتي نسيتي ولا ايه؟ حسين هتروحي في كلابوش. يا شيخة ما تدوقيش حسين ايه؟ ده حسين نفسه لو عرف ان باسل شاهين بنفسه عايز يتقدم لي هيطلقني ويديني الفرصة دي. ده مليونير مليونير يا انجي، ده بيعمل بوفيه كل يوم. يا سلام، والمليونير اللي بيعمل بوفيه كل يوم هيبص لك انتي ليه بقى يا اختي؟ ليه بقى؟ ليه الحقد الانثوي اللي فيكي ده يا انجي؟ ايه الحقد اللي جواكي ده؟ ليه وحشه انا بقى ولا وحشه ولا يعني وحشه؟ والله يا قمر، والله يا قمر يا كوكي، بس يا حبيبتي انت عندك عيلين وعندك حسين. حسين ظابط. حسين؟ اه. بس عليكي يا انجي، انا اتاخرت على البوفيه وانا ما طبختش النهارده، كنت عايزه الحق اجيب حتتين من البوفيه لحسين. لخبطتيني يا انجي، الحق البوفيه بقى. يا معفنه، هتجيبي لجوزك من البوفيه؟ يا ريتني كنت قلتها لك تجيب حاجه للعيال معايا. انجي مش هتغدى ولا ايه؟ اه طبعا. اتفضلي. سما، ايه؟ مش هينفع تتدربي هنا. ليه؟ هينفع تتدربي هناك. اصل بصراحة رئيس التحرير عينه منك وعايز قلة أدب. طب ممكن تخليني أقابله؟ بقول لك عايز قلة أدب، تقولي لي عايز أقابله؟ آه يا سفلة. يا روحي أنا هقابله علشان أقنعه. لا ما هو لو شافك مش محتاج يقتنع. بس أنا خايف عليكي منه، أصله راجل عينه زايغة. ما تخافش عليا، لو عينه زاغت هضربه كف أعدلها له. لو على إيه ده كله؟ أنا بعلاقاتي في النقابة أشغلك في أكبر جورنال في البلد. وعلاقاتك دي ما شغلتكش أنت ليه في أكبر جورنال في البلد؟ لا أصل أنا
ما بحبش الجرايد الكبيرة. أنا راجل معارض، أموت في المعارضة، أعز المعارضة. وهو الجورنال ده معارض؟ ده أنتوا بتعارضوا المعارضة يا روحي. لا يعني مش النظرية. سما بقولك إيه؟ كده مش هتعرفي تاكلي عيش معايا. مش أنا قلت لك إن أنا محتاجة؟ محتاجة إيه؟ محتاجة الدرب. وأنا كمان. خلاص يبقى تعالي لي بالليل وأنا هوريكي التدريب على أصوله. ماشي.